بشوف الاولاد تروح المدرسه وترجع وانا قلبي عم ينحرق على اولادي. اولادي عم يشتغلوا معي، اولاد تنعب بالطريق، اولادي ما عندهم مجال يلعبوا. كان حلمي أصير أستاذ عشان أدرس الطلاب، بس أبوي عاجز وبيمرض وما بنحسن، إحنا فقيرين جينا على المكب عشان نشتغل ونعيش أهلي. بطيت حياة هلق أنا حياتي كلها بالمكب والشغل، أولادي وأنا أولادي تعبانين، وكل نهار والليل العجام تلعب، العجام تطلع وتفوت أولادي، أنا وياهم من الصبح ما أجي للمغرب أنا وياهم، أشتغل بتطعمي أولادي، وحالتنا سيئة كتير، وأولادي تعبانين يعني ما بيرياحوا خالص.